الملتقيات والحملات التحسيسية، ذلك المواضيع التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، تنمية المجال، حيث كانت شركة مع جمعية سمايل التي نظمت نشاطا تحت اسم الأسبوع الأخضر في دوره السادس، وبالإضافة إلى أن المؤسسة كانت حاضرة في لقاء توقيع اتفاقية السلم الاجتماعي بين إدارة شركة كازا تكنيك وإجراؤها بين شركة كازا تكنيك. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن اهتمامكم، وشكرا مرة ثانية على حضوركم لهذه الدورة، ونرحب بالسيد الكاتب العام. والآن نمر إلى نقطة جدول الأعمال. جدول الأعمال كما يلي: النقطة الأولى هي تقديم تقرير حول عقد تدبير مفوض لمرفق النظافة. النقطة الثانية تقديم تقرير حول عقد تدبير مفوض لمرفق النقل الحضاري. النقطة الثالثة دراسة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2023 والتصويت عليه. النقطة الرابعة هي دراسة إمكانية إبرام اتفاقية شركة بين المؤسسة وبين جمعية الأعمال الاجتماعية لأجراء كازا تكنيك بالناظور. خامسا مدارسة اتفاق تصويت عليه بين المؤسسة وبين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب استئداء وتمر أو حال ناتجة عن محطة تصفية المياه العادمة للمطرح العمومي من المراقب. والشركة والرؤساء من بينهم السي سليمان الزقوار اللي كان حاضرا صباحا مساء، ومعنا كل شيء على ما يرام، استحسان عمالنا بالخارج لإقليم الناظور كان نظيفا كما أرادوا، وكانت النتيجة على ما أظن على أحسن ما يرام. تشكرون ونشكر بلغوا شكرنا للأطر وللعمال الذين سهروا على ذلك. على ما أظن بدون تقديم كما يرى الإخوان، هل تريدون تقرير عن الشركة أم نمر إلى النقطة الثانية؟ الإخوان نمر. السادة الحضور الكريم، السادة أعضاء المجموعة المسيحية العربية بين الجماعات، فيما يتعلق بمسألة التدبير المفوض خصوصا بالنسبة لشركة SOS، عندي واحد الملاحظة ما يتعلق بصفتي يعني رئيس أمين المدينة. كنا درنا واحد الملتمس على أساس أنه الشاحنات اللي كتمر في داخل المجال الحضاري ديال مدينة الناظور خصوصا في فصل الصيف، عندي جوج إشكالات ما يتعلق في هذه المسألة. عندي شركة متعلقة بجمع داخل الميناء، كاين واحد الشاحنة اللي يعني كتجمع النفايات خصوصا النفايات السائلة للأسماك اللي كتخترق الشوارع الأساسية للمدينة، وتلك الشاحنة بهذه الصفة مهترئة اللي كتسبب لنا في إفراغ السوائل اللي عندها واحد روائح ما يمكنش أي واحد خصوصا من كيوقفوا في الفروج. درنا واحد الملتمس في هذا المنوال، ودرنا أيضا ملتمس ما يتعلق بشركة SOS هي الأخرى، جميع الشاحنات تخترق في مجال الشوارع الكبرى للمدينة خصوصا في فصل الصيف وما كيوقفوا في السطوبات، واحد الروائح اللي ما يمكنش يتحملها أي واحد. درنا ملتمس انه بما انه كاين هذاك المشروع المداري ديال المدينه، وربما هذا هو المغزى من يعني بانشاء هذه المشاريع الكبرى. بالمناسبه كنشكروا السيد العامل صاحب الجلاله الاقليم اللي دار واحد الدور مهم جدا ما يتعلق بخروج هذا المشروع الى الوجود. دونك الى ما استغليناش في هذا المنوال، انا قلت امس من السيد الرئيس المؤسسه تاعو باش يفعل هذا الملتمس اللي درت على اساس انه توجدوا لنا الحل انه الشاحنات ما لا يجب ان تمر داخل الشوارع او داخل المجال الحضاري، لو حبدا انه نستفدوا من المدار الحضاري من المدار لطريق الجديد كونتونومون. وشكرا سيدي الرئيس. شكرا. درنا المهم الشركه اللي ديال المرصا، التسميه ديال الشركه اللي جمعيه النفايات ديال المرصا، هي اصلا ما خصهاش كاع تخرج من المرصا، هذيك عندها بحال واحد قنبله ذريه ما تقدرش تدوز، الا دازت كتبقى ذاك الريحه
ما بين ساعه ولا نص ساعه، وهي ذاك المحيط اللي كدوز به ما يقدرش يتقرب حتى الا دازت حتى المقاهي الناس كيدخلوا. هذه خصها توقف. حنا راه درنا لها واحد الرساله باش اما تبدل الشاحنه واما توقف. اما شركه اس او اس راه مشينا عندهم الاخر، يمكن هما يجاوبوا، دابا يجاوبوا، يمكن السيد الرئيس غير غلطتي في ديك الشاحنه. اما اس او اس عندها شاحنات راهم عندي في البارك، انا راقبتهم، انا ماشي نيابه عنهم، غير راقبتهم انايا، شفت بالله عندهم شارع مازال عندهم السيارات جداد وما كيديروش روائح، وعندهم الماء راه عندهم تما كيغسلوا. دابا هذه ما يخدش كاع نناقشوها، لو كان درناها غير بيناتنا، ولكن مره اخرى يمكن توصل حتى انت السيد الرئيس وتشوف السيارات ديال اس او اس الشاحنات. راه يمكن هذيك السيارة اللي شفتي في الأولى، أما الشاحنة ديال اس او اس مشيت شفتهم نيشان زعما 100%. وشكرا. هذا غير يقبلكم في شي موضع عندكم ديك السيارة فيها داك الشيء، راه غادي يوقفكم تما، يعيط عليا ويعيط على البوليس، ما يقدروش يدوزو من تما. قال لك حنا موافقين. السيد الرئيس أنا متعلقة بشركة داخل الميناء، هذيك عندها للسوائل ديال الفواكه البحر والأسماك. أنا أتحدث ما يتعلق بشاحنات ديال اس او اس، هادوك اللي ما عندهمش الاخر اللي كيديروا فوق الشبكه، اللي كيديروا فوق الشبكه. لا لا اللي كيديروا اللي ما كيعمر الاخر اللي سوق النفايات، كيديروا شي مرات الشبكه، هاد الشبكه شي مرات كثير، والاخر كيخرج هذيك النفايات في الشوارع الاساسيه ديال مدينه الناظور. يعني فرق كبير. انا كنقول لك ما يتعلق بالسوائل المتعلق بشركه ديال الميناء، اما ما يتعلق باس او اس، هذوك الشاحنات اللي هي عاليه ما عندهاش غير مغطى، كتغطى غير فقط بالشبكه، شي مره الشبكه الاخر شي فور ما عرفتش كيجي واش كيدير، الشبكه كتخرج من المكان ديالها، مما يبقى على مستوى انه النفايات تتطاير في على مستوى الارصفه وعلى مستوى ديال الشوارع، عشان ناخذ ديك المتمس باش تبقى مدينه. انا قلت لك براسك سيد الرئيس، مدينه الناظور هي مركز المدينه وهي عاصمه كيتوافد عليها السياح، وهذه مدينه ديالنا. جميل. شكرا. ولكن حنايا راه درنا الواجب ديالنا وهم عارفين وراهم الاستعداد لهذا الشيء. وشكرا. ديال النقل الحضري الحمد لله راه كتغطي يعني واحد الشبكه كبيره. الهدف ديالنا اليوم هو ارضاء خدمه ذات جوده وارضاء المواطنين. كان عندنا التحدي هذا العام ديال الصيف، بحالنا بحال جميع المصالح اللي عندها تدبير مفوض، الحمد لله الجاليه يعني عبرت عن استحسانها، وجميع الزوار ديال مدينه الناظور كيشوفوا يعني شاحنات ذات مستوى عالي، تجهيزات اللي فيها راه تجهيزات عندها مستوى دولي، يعني نقدروا نقارنوها مع اي مدينه في العالم. الحمد لله كنسعوا ما امكن اننا نزيدوا نحسنوا هذا السيرفيس، وكاين دراسات جديده ان مازال تمديد الشبكه وتقريب لهذه الحافلات للمواطن ما امكن. هذه الفتره هذه عندنا التحدي الحمد لله ديال الدخول المدرسي والدخول الجامعي، الحمد لله راه حنا مواكبينه، وفي هذا الصدد درنا بزاف يعني واحد ثلاثه ديال المكاتب ديال القرب اللي سهلت هذه المأموريه على التلاميذ وعلى الطلبه. والشركة ديالنا راه منفتحة على جميع الملاحظات، إذا كانوا السادة الرؤساء عندهم شي ملاحظات حنا مستعدين، والباب راه ديما مفتوح لكم. مرحبا بكم، هذه فرصة سعيدة أننا نتلاقى، ونتمنى إن شاء الله أن نعطي واحد الإضافة مجموعية لهذا الإقليم العزيز. أنا بغيت نرجع غير لواحد نقطتين أساسيات، نرجع النقطة الأولى ديال السيد رئيس الجامعة الترابية ديال الناظور فيما يخص ديك الشاحنة نتاع الميناء. راه فعلا داك الاشكال مطروح، وراه تعطى التعليمات باش انه يتفادى يدوز على المدينه. بالنسبه للاس او اس راه خص كنا شفت التحملات، راه كاين حمايه نفايات من التساقط باش ما تبقاش، راه كاينه في الكاين شارج، الا ما كانش راه كاينه في لي زوبليغاسيون ديال الشركه، وبالتالي الاخ مولتي الشركه راه معنا ويلا بخينوت. انا بغيت نرجع غير الحمد لله، وكنهني المؤسسه ونهني الساكنه ديال الاقليم ديال الناظور اشراف السيد العامل على الشركه جديده، الماتريال ايفيكتيف مو جديد اللي كاين، وهو اليوم راه كنهضر مع السيد الرئيس البارح، نحن بصدد مخطط التنقل الحضري، هو اللي غادي يشوف لا فيزيون، يشوف كيفاش غادي يكون التنقل الحضري ما بين كادير الكبير اللي كيضم 15 جامعه.
أكادير كبير، ناظور كبير، ناظور كبير. دونك البارح سمعنا بعد السادة الرؤساء اللي باقي كيتشكاو بضعف التغطية. ما يمكنش يكون عندنا نقل حضاري تكون واقفة عليه المؤسسة من باب التضامن 15 عمل 15 جماعة وباقي إشكالات. بالتالي أنا كنطلب من السيد المدير وكنرحبوا به وكنتمناو له واحد المقام سعيد وواحد سعيد في تدبير هذا المرفق ليس بالهين. وهذه مناسبة باش نجدوا الشكر للسيد الرئيس والسادة جميع السادة والسيدات أعضاء المؤسسة، لأن باش تكون عندك مؤسسة بهذا الحجم وهذا التدخل يعني راه تحية للجميع، وبالتشارك مع السيج ورئيس القسم الجامعة الترابية وبشرف السيد العامل أن ظهرت عملة إقليم ناظور خارج هذه المؤسسة اللي عندها جوج تاع القطاعين أساسيين هما التحدي للمنتخب، النظافة والنقل الحضاري. هادو جوج كانت عندك مدينة نظيفة والناس كانت تمشي تقرا تمشي لخدمتها، ما كاينش روطار ما كاينش إشكال، راه ديجا واحد الالتزام في التعاقد في القانون التنظيمي راه قمت به. أنا كندعي السيد المدير بليكيب اللي معاه يربط الاتصال سواء بقسم التعبئة داخل العمالة ولا الوكالة الحضرية. كاين مخطط طموح جد مهم اللي كيشوف فيه التغطية ديال التنقل الحضري داخل إقليم الناظور اللي كيهم 15 جماعة، وكاين ضعف التغطية في بعض المناطق نتمنوا أنكم تشوفوها وباش يتم إدراجها في هذا المخطط اللي غادي نشتغلوا عليه مجموعين بالتشارك مع الجميع باش تكون التغطية وتكون التغطية المجالية كتشمل جميع إقليم الناظور. والحمد لله كاين استحسان تاع الخدمات، كاين أسطول نتاع ديال الشركة أسطول جديد ومهم، ولكن يبقى أن تمديد الخطوط وتوسيع الشبكة تاع التنقل ووصل هذه الخدمة نتاع المواصلات للساكنة خاصة الجماعة المنضوية تحت لواء المؤسسة هو واحد التحدي لنا كاملين بمعية الشركة الأساسية الشركة ديالنا الأساسية في التنقل اللي هي الشركة تاع عندها هذا التدبير المفوض. وبالتالي خص أننا ناخذ بالاعتبار هذا يعني لا فيزيون تاع الفيوتشر اللي كيفاش غادي نشوفوا التنقل داخل الاقليم ديالنا. وشكرا. عندنا العلوي الناظور، دابا عندنا عاوتاني المطار الناظور بوحدو عاوتاني الناظور غادي تكون حافله سبيسيال غادي تكون تنقلمو المواطنين اللي جايين من الخارج. واحد الشاحنه عندها واحد طابع خاص ديال كتكون في الايريوبور في المطارات، وغادي نديرو وحده عاوتاني في بلينصار في البور، هادشي بلا ما نهدروش عليه. ولكن هما راه عندهم دارو كيديروا واحد دراسة لكل مدينة مدينة باش يشوفوا كيفاش يديروا داك النقل داخل المدينة. دابا حنا تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة اجتماع يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، عقدت اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة التابعة لمؤسسة التعاون بين الجامعات ناظور الكبرى تحت رئاسة السيدة دينا أحكيم اجتماعا بمكتب مؤسسة التعاون يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا وبحضور أعضائها السيدة دينا أحكيم رئيسة اللجنة، السيد ياسين بلال نائب رئيسة اللجنة، السيد عبد الناصر أوليحي عضو اللجنة، السيد جمال حمزاوي عضو اللجنة، السيد إبراهيم السعدي عضو اللجنة، كما حضر هذا الاجتماع بصفة استشارية السيد المكي السبتي منسق مصالح مؤسسة التعاون بين الجماعات الناظور الكبرى في البداية، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني رحبت السيدة رئيسة اللجنة بالحاضرين وشكرتهم على حضور أشغال هذا الاجتماع وطلبت منهم الشروع في دراسة النقاط الواردة في جدول الأعمال وهي كالتالي: أولا، مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2023، مدارسة الوضعية المالية للمؤسسة، دراسة إمكانية إبرام اتفاقية شراكة بين المؤسسة وبين جمعية الأعمال الاجتماعية لأجراء كاسا تكنيك الناظور. النقطة الأولى، بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد منسق مصالح المؤسسة بخصوص هذه النقطة، وبعد استعراض الوضعية المالية للمؤسسة والاطلاع على الوثائق واستحضار المعطيات والمستجدات بالنسبة لسنة 2022، وبعد مناقشة هذه النقطة اقترح السادة أعضاء اللجنة ما يلي: القسم الأول مداخل التسيير،
88 مليون و 512 الف و 495.85 درهم، اي بزياده 8 مليون و 512 الف و 495.85 درهم بالمقارنه مع السنه السابقه مفصله على النحو التالي: اولا زياده مبلغ 400.685.42 درهم في المداخل المتعلقه بحق الامتياز في مصلحه مراقبه تفريغ الازبال، اتفاقية شراكة مع الجماعات التي تستفيد من خدمات المطرح لتصبح الميزانية المقترحة مقدره 1,948,685.42 درهم. ثانيا الزيادة زيادة مبلغ 13,378,810.43 درهم بالمقارنة مع ميزانية سنة 2022 ليصبح مقدره 85,783,810.43 درهم في الفصل 22-20-30-50 المتعلق بمساهمة الجماعات الترابية. كنظن راه عندهم ذاك التقرير. وذلك لتغطية مصاريف عقدي التدبير المفروض لقطاع النظافة بجماعات الناظور بنصار وزغنغان، بالإضافة إلى مصاريف عقد تدبير المطرح العمومي المراقب. ثالثا تحديد مبلغ 280,000 درهم الفصل 52-73-30-20-23 كحق الامتياز في النقل الحضري الذي يستغل حاليا 14 خط للنقل بدل 1,000,000 درهم برسم سنة 2022. رابعا تحديد مبلغ 500,000 درهم في الفصل 40-40-50 المتعلق بمداخل مختلفة وطارئة، تطبيق غرامات في حق الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة. القسم الثاني مصاريف التسيير 88,512,495.85 درهم، أي بزيادة 8,512,495.85 درهم. اسم الجي ربما كيف نرد فيها ماشي واضح، ولكن عموما على أنه جبدنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا، ولكن اليوم نهضروا بشي شوية ديال الصراحة، لأن المؤسسة ديال التعاون هو واحد الإطار مؤسساتي كيمكن الجماعات على انها تدبر واحد المشروع ذي فائده مشتركه، وكيتم على انه التعاون والتعارض ما بين الجماعات على اساس اننا ندبر واحد المرفق. ولكن بالنسبه للمرفق العمومي عندنا صنفين، عندنا التدبير المفروض للقطاع ديال النظافه اللي حتى هو منذ 2009 حتى 2019 حتى هو عرف واحد المجموعه ديال التعثرات، الجماعات ما قدرتش على انها يعني تلتزم وتوفي بالالتزامات الماليه ديالها. اعطيتكم غير رقم على انه من 2009 حتى 2019 وزاره الداخليه عطاتنا ما يناهز 90 مليون ديال الدرهم كدعم مالي، وهذا كيبين على اساس ان الجماعات يعني باغيه تمشي للتدبير المفروض كطريقه ديال التدبير من اجل الرفع من الجوده والمستوى ديال الخدمات، ولكن بالمقابل كيبان بانه هذا النوع ديال التدبير الوضعيه الماليه ديال الجماعات ربما ما كتساعدوش. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني على اننا ملي درنا واحد الدراسه بالنسبه للميزانيه ديال المؤسسه، لقينا على ان عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال المصاريف اللي كاينه. عندنا واحد النوع ديال العقود كتهم ثلاثه ديال الجماعات وهي واضحه ومحدده على سبيل الحصر. عندنا 39 مليون ديال الدرهم كتهم العقد ديال البلديه ديال الناظور اللي خصها تخلصو هي، 39 مليون ديال الدرهم اللي عندها مع كازا تكنيك. وبهذه المناسبه كنشكر السيد الرئيس على الانضباط ديالو بالنسبه للاداء، على انه شهريا الحمد لله منذ 2020 على انه الشركه كتوصل بالمستحقات ديالها بشكل شهري. بالنسبه للجماعتين ديال بنصار وسلوان عندهم حتى هما واحد ديال الزغرغل، عندهم عقد اللي فيه 22 مليون ديال الدرهم مناصفة او من زغرغل كاتدي بعض 10 مليون ديال الدرهم، ولكن للاسف على انه منذ 2020 حتى هاد الجماعات يعني بحكم الظرفيه الماليه اللي عندها والوضعيه الماليه ديالها ما كتمكنش على انها تحول هذا المبلغ بكامله، وبالتالي كل سنه كيكون عندنا واحد المبلغ ديال المتاخرات، وهادو شركات لان لابد كيتلاطموا يطالبوا بالمستحقات ديالهم. وكاين عندنا واحد النوع اخر ديال المصاريف اللي كيهم الجماعات كلهم اللي هي منضويه، هو المطرح العمومي.
والحمد لله احنا اليوم عندنا شركة اللي كنا تعاقدنا معها باش نبدل، وعندنا ميزان، وكل جماعة عندها واحد الكمية ديالها اللي كترميها في هذاك المطرح، كنجبدوا ديك الكمية ديال المطرح مضروبة في الثمن اللي كنعطيو للشركة، كيعطينا النسبة ديال المساهمة ديال هاد الناس هادي. بمعنى عندنا واحد 16 مليون ديال الدرهم سنويا، للأسف الشديد على أنه الجماعات منذ 2015 اللي تعاقدنا مع هاد الشركة لم يتم تحويل أي درهم، اللي ما تحولش، وبالتالي الآن إلى حدود نهاية شهر غشت من السنة الجارية عندنا متأخرة تنعي 83 مليون ديال الدرهم، 8 مليار و 300 اللي خصنا نعطيوها للشركة ديال الأربطة. والسيد الرئيس في الكلمة ديالو راه شار المسطرة اللي وصلنا معها، والسيد الرئيس الجامعة الناظور باعتبار النائب العضو ديال السيد الرئيس حضر معنا الاجتماع اللي كان ترأسه السيد العامل اللي درنا فيه المسطرة ديال التحكيم، علما على انه كانت المفتشية العامة للإدارة الترابية ومجلس الجهوي للحسابات دار واحد مجموعة من الملاحظات أهمها على انه يجب مراجعة الثمن المتفق عليه التعاقدي، على اعتبار انه الشركة ما دارتش الاستثمارات ديالها. اقترحوا علينا الثمن، كنا اتفقنا على 103 ديال الدراهم يعني فيها جميع الرسوم، وغاتجينا 69 مليون ديال الدراهم، ولكن هما قال لك ودي الثمن ما داخلش فيه الرسوم، غادي تدخل فيه التربية 20%. عطاتنا 83 مليون ديال الدراهم، وبالتالي على مستوى العمالة اعتبرنا على انه هذا الاتفاق يتجاوز بكثير الوضعية المالية ديال الجامعات، وخلينا التحكيم يدار على مستوى الوزارة ديال الداخلية. في السنة ديال 2021 عندها 54664.82، كنضربوها في الثمن اللي كنعطيو للشركة، خصها كمساهمة ديالها غير في المطرح العمومي 7,900,000 درهم. هاد السنة قلنا على الأقل خص الجامعة تلتزم وتعطيها لنا، باش على الأقل يمكن السنوات المقبلة نحبسوا هاد النزيف هذا. عندنا بالنسبة للزغن غير 1,500,000، بنين صار 1,800,000، علما على أن حتى شي جماعة ولا كتكتب لها هادشي. كاينين بعض الجماعات إلا خديت مثلا أنا زيو كانت كدير واحد 600,000 درهم، ولكن اليوم بهاد الطريقة ديال الحساب غادي توصلها تقريبا بالنسبة للمطرح 1,388,000 درهم. بمعنى كل سنة الحجم ديال المتأخرات كيزيد يتكاثر، الحد على أنه ولا صعاب علينا أننا نتعاملوا مع الشركات، وأننا ما يمكنش لنا. وبالتالي هاد 5 سنين هادو اللي تراكم فيها، ولا هاد 7 سنين اللي تراكموا فيها هاد المتأخرات، اليوم إذا ضربنا الحساب راه غادي نجيو للناظور مثلا، غادي نلقاو المتأخرات عندها بالنسبة للمطرح تفوق 45 مليون ديال الدرهم، والجماعات الآخرين كلهم. وحنا حاولنا الآن كنحاولوا كيفاش أننا نجيبوا شي دعم مالي من وزارة الداخلية باش نخففوا بشكل كبير، ونشوفوا كيفاش غادي نديروا التعامل معاه. وكاين الجانب الثالث اللي هو ما يسمى بالنفقات العامة المشتركة، لأن كتعرفوا المؤسسة ديال التعاون عندها إدارة كريهة، وعندها واحد المجموعة ديال الأعوان اللي كتخلصهم، عندها مصاريف ديال التسيير اللي عند الجماعات كلهم، هادشي ديال فورنيتور البيرو، ديال الكاربيرون، ديال الضو، ديال الماء إلى غير ذلك، اللي حاولنا ما أمكن أننا نديروا فيه حتى هو واحد العملية ديال الاحتساب، واستندنا على النسبة ديال الكمية ديال الطوناج اللي كتعطي كل جماعة، وحاولنا نحتسبوا. هذا كان عندنا كاقتراح، وربما بيناتكم أنتم ممكن على انكم تجلسوا ويكون واحد شويه ديال التعاضد والتعاون، على اساس اننا نتعاونوا على هذا المبلغ هذا كامل، باش نمكنوا السيد الرئيس انه يخلص هاد النفقات. وكاين متواجد معنا ديال بوعرك، هنالك مناطق تابعه لجماعه بوعرك، جماعه الناظور هي اللي كتقدم بها الخدمات من بينها على مستوى النفايات. جميع مجموعة من الأحياء اللي متواجدة في حدود ديال التوليمة، هذيك المنطقة كاملة كيهزوا النفايات كيرميوهم في لي بوغن، في المناطق اللي مخصصة لجمع النفايات في الجماعات ديال الناظور، جارية كازا تكنيك، هادشي نقولوا لها هضرة. لأنه الحمولة، دابا سي جبور حدد على مستوى الحمولة، على أساس أنه أطنان ديال جماعة الناظور 55,000، نأكد لك سي جبور، وبالأرقام. الركن خمسة جماعة ممكن تخلص أكثر، ربما إلى ما بالغتش بين 35% ماشي النفاية ديال جماعة ديال الناظور الساكنين والقاتلين ديال مدينة الناظور. عطيتك مثال ديال بوعاد من ناحية المناطق المجاورة على حدود ديال تويما، عندنا إحدادا نسبة مهمة أكثر. نجيبوا الشركة اليوم راه خرج
نجيبو مدير الشركة يقول لنا شحال ديال الشاحنات اللي كتمر في المناطق اللي موجودة في الحدود ديال جماعة حداد. إلا ما بالغتش، خصوصا لأنه الجالية ملي كتجي ديال الخارج مجموعة من الدور السكنية اللي داخلة في التراب ديال حداد اليوم في الشهر 10 مغلوقة لأنه كيسكن في الخارج، من شهر 5 6 7 4 شهور كيجيو كيحلوا الدور ديالهم السكنية وكيرميو أطنان ديال النفايات. وانا بامي عين سيد الكاتب المحترم كاينين سيارات كتجي من حداد لبريبوفلود اكثر من برينسار. نقول لك يا سيد الرئيس حليم فوطات كيجيو من برينسار مناطق اللي هي مجاوره للحدود ديال جماعه ديال الناظور، كيجيو كيحلوا كيجيو بالسيارات كيديروهم في لامار. البارحه سيد الكاتب المحترم انا بعيني والله شاهدوا على ما اقول في مقهى فانكوفر جات سياره من ثوره المستا رمات اكثر كنحسب لي انا جالس في القبر كتشوف فيه والله الا عمرت جوج لي باك ديال 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 الحاويات، يعني جوج حاويات ديال النفايات. الا مشينا لقينا انا في 5 دقائق هاد السياره كاملين السيارات كيجيو من قلت لك عندي هنا كيجيو من زرغاب لي مفرول وحتى من سلوان كيجيو من جماعه ديال بوعد محترم السيد الرئيس راه كاين هنايا كيجي بالسيارات كيرموا النفايات ديالتهم في الحاويات ديال جماعه الناظور. ملي كنهزو الطوناج كنمشيو للمطرح ديال النفايات المراقب اللي كتدبر في ولاد ستوت كتوزع انه كاسا تريك اللي كتهز هذاك الطوناج دونك كتحسب علينا. دونك الا ما خديناش هذا المنوال ما غاديش يمشي في النفايات راه حتى في الاناره. انا اليوم جماعه الناظور كتدي الاناره العموميه ديال بعض المناطق اللي كاينين في حدود ديما حداد وتعرف السي حليم فوطات حتى بالنسبه لبرينسار على الشق الطريق المحور الاساسي ديال الناظور وبرينسار. كاين ما يتعلق بحفظ الصحه عندنا نحن نتحمل الوحيدين اللي كتحملوا على مستوى الكلاب الضاله على مستوى التكاليف لانه كيجيو لنا الكلاب الضاله من جميع المناطق ديال المحاديه لجماعه الترابيه ديال الناظور هاي حداد عبرين فرور عرزات اللي كيجيو الى درجه انه ايضا بالنسبه للاوديه كيجيو معاهم النفايات الحال اللي كنهزوهم اون شارج ديال 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 الشركه كتوزن هذوك الحموله. عندنا ما يتعلق ايضا بالنفايات ديال الاداره العموميه. هاد الاداره العموميه المتواجده في مدينه الناظور كتقدم خدمات لجميع الساكنه ديال الاقليم اللي كتقدر اكثر من 650,000 نسمه. اذا في هذا المنوال الا ما خديناش على مستوى التآزر والتعاضد اللي قال السيد الكاتب المحترم راه كان كلامه كان وجيه خصنا نضامنوا كاملين ونتكتفوا كاملين لانه هاد المساله على مستوى الخدمات المقدمه للسائل كنعتبر جماعه الناظور خدامه على الاقليم الكل ولا متفهم تدخل لسيد التيم اللي قال لك انه الناس ما ياخذوش بالاعتبار الارهاص اللي كتعاني من العام مثلا ولاد السدود واحد 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 النعمه بالنسبه لنا جميع الجماعات. وايضا خصنا حتى حنايا نديروا هذه النقطه ما يتعلق بالخدمات المقدمه من طرف جماعه الناظور بالنسبه للساكنه اقليم الناظور ككل. التزامات اخرى ما يتعلق بالاراده العموميه راه عندنا واحد الامور ما كتقبلهاش العقل. عندنا على مستوى الديون على مستوى الموظفين على مستوى يعني حتى الناس راه كيجيو لنا حتى حنايا الناس من برا جميع الجماعات كنقدموا كنخدموا المخدمه على مستوى الاداره ديالنا التابعه لجماعه الترابيه ديال الناظور. اذا انا الاول نجلسوا كاملين لانه اللي كيهمنا اليوم هو الساكنه المواطن الناظوري بجميع تجلياته. اللي كيهمنا هو انه المدينه تمشي لقدام وبلادنا تمشي لقدام.